انت شو هذا القميص يلي لابسه السيد جاكداش؟ اذا شافك هيك رح يعصب منك، اهتم بحالك. ليش ما عم تفهم علي؟ سيد تيمور؟ انا؟ في تيمور غيرك هون يعني؟ لا لا طبعا، بس انا. فاضي هلا؟ استغفر الله، مريني شو بدك من عيوني لكان؟ مرة قلت لي انك بتعرف تعزف على البيانو بطريقة حلوة. بيانو؟ ايه طبعا طبعا بعزف. طيب معناتها لكان فوت خلينا نسمع عزفك. اعزف بيانو؟ شو اعمل؟ تورطت. حبيبتي شوفي جبت لك معي عمو تيمور. عمو تيمور بيعزف على البيانو احلى من عزف ليلى بكتير، مو هيك تيمور؟ ما حدا بيعرف يعزف احلى من عزف خالي ليلى. لا تقولي هيك حبيبة قلبي، انت اسمعيني بالاول. شوفي مثلا انا لما كنت اعزف كانت تطلع معي الدي والراي والصول غير شكل لكان. ايه شو هدول؟ مو هيك بيقولون؟ طبعا قصدي الدو، بس انا هي طريقتي الخاصة، عملت معزوفة ما بتشبه معزوفة حدا يعني انا. طيب عكلين هلا خلينا نعزف على البيانو مشان نعقم ادنينا من كل الاصوات التانية. ايه وبدك تعزف بهدول الاصابع؟ لا حبيبتي اشل، شو هذا؟ عيب تحكي هالكلام. سيد تيمور خلينا نبهر الست الصغيرة، تفضل. طيب طيب يلا تفضل. يلا رح اتفضل. تمام. هاي دواسة؟ سيد تيمور شو عم بتقول؟ طبعا هاي اساسية فيه. ايه والله صح. ايه طيب وهذا الشيء كمان شو هاد يا ترى؟ واصلين البيانو انتو؟ ايه جاهز وواصلينه. جاهز. يلا شو ناطر سيد تيمور؟ الالهام الالهام الالهام. ايه ناطر الالهام، ناطر لحتى يجيني الالهام. أنا ما فيني أعزف هيك فجأة، ما بيصير، لازم هي حالي نفسياً قبل العزف. إيه طبعاً يعني البيانو حساس، بده إلهام، عرفتي؟ شو الورد؟ شو الورد؟ ما فهمت عزام، ليش بدك تحكي مع أختي؟ لازم نحكي، وبدي أحكي مع كل الأشخاص يلي كانوا موجودين هون ليلة السرقة. ما عم يقدر يعزف، لو كانت خالته ليلى مكانه كانت عزفت بسرعة وبطريقة حلوة كمان. ايه اشل حبيبتي، بس هلأ خالته ليلى ما عندها الإلهام، ويعني بس تقعد تعزف ما رح يطلع شي حلو. بس هلأ عمو تيمور رح يعزف لك مثل الفنان، بس ناطر الإلهام. لأنت رح يضل ناطر، خالته ليلى ما كانت تنطر، كانت تعزف بسرعة، كان عزفة حلو. انتو مللتوني. طيب سيد تيمور وأنا كمان مليت، لهيك بلش لو سمحت. تمام رح بلش رح بلش. يلا يلا بلش. شو عم تعمل هون؟ بس البيانو كان عليه شوية غبرة و أنا وعم بمسح انكبس على الزرب الغلط. طيب اطلع هلأ بعدين بتمسح الغبرة. يلا تفضل. شو صاير جاكداش؟ الرجال يلي حكينا معه المرة الماضية عزام، بده يسألك كم سؤال بخصوص حادثة السرقة. أنا؟ شو هاد اللي عم تحكي أنت؟ يعني بده يستجوبني إلي؟ أختي لا مو هيك، بس الرجال عم يقوم بشغله، لهيك طلب مني يحكي معك ويسألك كم شغلة. إيه طيب ماشي هلأ بنزل يلا.